ادلس ولا ما لا دسه لا حالي؟ خليك لا 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 خليك انت معنا. ماشي انا اهو. طيب انا هبدأ دلوقتي وهو لما يفتح بقى. تمام ماشي. اتورونا نملو حطه في الجراب. وزنطورنو انا نفسي اعرف اللعبه دي فيها اسماء غريبه قوي، زنتورنوس لا ومش لا عارف ايه الحاجات اللي الشركات ديت لو خدوا اسمائهم لازم يدفعوا فلوس. كانها دعايه ليهم يعني. يخلوها مين اللي غالبا يدفع؟ تبقى روك ستار؟ بشعة. روك ستار اللي تدفع لهم ولا هم اللي يدفعوا لا روك ستار؟ معلومة عشان احب اعرفكم يا رجاله ان احنا يور بت. ايه ده؟ ايه يور بت ده؟ احط فلوس ولا ايه؟ لا درهم درهم. ده عبد الموزة اللي انت جاي بتلعب بيها دي اصلا حبيبي يا اسطى. يا جماعة في اوبشنات انا اختار حاجة ولا العب وخلاص؟ لا ما تعملش اي حاجة زي ده. ماشي. ايه الموزة الجامدة دي يا اسطى؟ خليك يمشي دي تونتا. انا ما اسمح عارف فيلم بعد اذنك. بعد اذنك. هي اللعبة هنجت ولا هي كانت بتحمل ولا بتعمل ايه؟ لا اهي عادي عادي. اهي اوف، هنضرب العربيات دي كلها. اوبا ده عايز اصرخ. لا انت هتسوق العربيات دي. هسوقها حدف عليهم. اوف ده في انابل اهو. خدهم ايه ده؟ ده جاس. ده هنولع كمان. تبديل تبديل صح. حلو قوي دي. طب قولوا لي ايه المطلوب؟ انا مش فاهم. انت هتطير بالعربيه وهتحاول ترمي علينا قنابل وتفجرها فينا، واحنا هنحاول نديكم بالار بي جي. بس طب انا عايز لون حلو. انا هاخد بال اي حاجه فاديك دي. يلا هو اطير عليكم ازاي؟ العربيه دي بتطير ازاي؟ طيب هتلاقي في منط كده او كده فاهم. يعني مش فاهم يعني اعمل ايه يا جدعان؟ ما انا مش فاهم اصلا، مش لازم افهم. انط على الحاجات دي. طب وبعد ما انط ارمي عليكم القنابل بايه؟ هتعمل بالماوس ممكن. ماوس ايه؟ ما انا مش فاهم يا جدعان. كليك يمين عشان تقيم، وبعد كده كليك شمال. العربية اتقلبت اصلا. العربية ايه؟ على فكرة المهمة دي شكلها لذيذة، بس اما افهمها اما افهمها اما افهمها تبقى حلوة. ده انا بعمل لود. يا جماعة ده اوف اوف اوف. ايه ده؟ انا ماسك صاروخ. لا مش انا. لا وفي الاخر في واحد وقع. ايه ده؟ انا لوزر؟ طب انا يا جماعه انا لسه فهمت حاجه عشان ابقى لوزر يا جدعان؟ عادي في الاول فاهم. طيب عجل وشحنات. انا عايز انا اللي اضرب على العربيات. العجل والشحنات دي جامده برضه. انا عايز انا اللي اضرب على العربيات بالصواريخ. العجل هنضرب او دورة. احنا هنبدل. طب حلو قوي. العربيات هتطير من فوقنا ونضربها. نضربها من الشارع كمان عادي يعني. يا ويلو اللي هيعدي من فوقي. ملك التفجير والتدمير هيفجرنا كلنا. عرفنا ايام فات اي فور. ايوه وفايف قربت. اف سنه بقى ايه ده؟ لا بوم. يا نهار العربيه بيضه ده جامد. خد بالك يا لا ايه يا ولد؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جابوا ازاي دول؟ كنت هجيبه. يا باي في عربية اتقلبت عايز اجيبها. ايه ده يا جدعان؟ صعبة اوي صعبة اوي المهمة دي. يخرب بيتها. لا ملك لا بس مش عايز عربيات بتهرب كده، انا عايز عربيات ثابتة قدامي. ده انا اعملها له ازاي؟ جماعة بقول لكم ايه، انا في فكرة في دماغي نفسي اعملها بس مش عارف ازاي. نفسي اعمل 11 سبتمبر في اللعبة دي، يعني اتنين يركبوا طيارات واروح في طيارة واصور وهم بيخبطوا في مبنى عالي. عايز نفسي اصور فيديو كده. ها؟ بقول لك ده حلم ده. ده انا عايز ابقى اعمل حاجات غريبه في اللعبه دي. مش اوبا اوبا ايه اللي ايه ده؟ اوف ايه ده؟ ايه ده؟ انا كنت زماني جايبه دلوقتي. وانا برضو ومش كان انا مش عارف الحق حد خالص يا جدعان. واحد مات كمان ولا ما عادش غير واحد؟ يا جدعان مش عارف اجيب حاجه خالص. طب يهربوا ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده عبد الرحمن ده محدش عارف يجيبه بجد؟ هدي اتقلب واحد اتقلب واحد اتقلب. اتحسدت. انا جبت اللي اتقلب. هو عبده.
لسه بقول لعبد الرحمن. حبيبي يا احمد والله مصيرتني دايما. ايه ده انا جبت العربيه اللي هناك دي؟ لا ما جاتش. لا انا فجرت نفسي. شيت جدع جدع شيت يا يعني. اوف يا دي النيله موتنا احنا الاثنين ولا فادي النيله. اللعبه دي غلسه غلسه تضرب فيه لو حتى ابوك عايزين نكسب. ما انا مش عمالين يهربوا كده. واحد يا ابني ده طلع بالباراشوت ولا الله عليك يا فهد. ايه ده انا كسبنا؟ اه ازاي؟ طب تكسبنا ازاي؟ انا ما اعرفش خاص ده ولا ايه؟ اضغط لايك وقول سبحان الله. ما اعرفش انا ما ضربتش الا هي عربيه واحده بيه. لا لا يا جدعان بجد مش بهزر. طب انا مش عارف ارمي قنابل، انا بطير وخلاص مش عارف ارمي قنابل اساسا. يا فادي وعند بتنطع ولا يا فادي انا هنزل بالعربيه يا عم لا يموتوني. انزل ما في عارف. يلا ازيك ايه ده احنا متنا كلنا ولا اه؟ صباح الفل. مش عارف ليه مش قتلتكم كلكم. لا يا جدعان مفيش حاجه احلى من كده. في اللي احنا لعبناه امبارح يا عبد الرحمن. لا ما لا بتاعت امبارح دي اللي هي ايه؟ كنا بنقتل في بعض كلنا بالاسلحه. لا ما انا جربت دي امبارح برضه ما عجبتنيش. لا ما فيش حاجه مثلا يجي هجوم عربيات نقعد نضرب عليها، بس عربيات ثابته على الارض مش تطير. الخيال العلمي ده انا مش عايزه. خيال علمي؟ انت عايز خيال علمي اصلا. هو كوكو راح فين؟ عاكو. طب جيركن البنزين ده هعمل بيه ايه؟ انا العربيات ده هعرف اولع فيها؟ ده منظر. طيب اه ما انا بقول انا هوفر الصواريخ ولا هي بتخلص اصلا؟ حسب يالا. ده فرقع نفسه في نفسه. يخرب بيتهم بيطيروا بطريقه غريبه يا جدعان. شكرا شكرا حبيبي والله. حلو وعد ابن عبد الرحمن. هو ما ينفعش يتجابوا اصلا لما ينزلوا، يعني لما ينزلوا بيقوموا مقلوبين. هي دي الفرصة. ادي حد تاني جاي اهو اللي بيت جبته هو طاير. هو طاير. ده انا دمك بطيء جدا. ده ايه؟ هو مين ده يا جماعه؟ مين ده؟ هاي اوف موتني موتني عشان موتته موتني. ده ولر برضه حلو. يلا للتدريج هفهمها. بس نفسي اعرف ازاي ارمي انابل فوقهم لما نطير ما بتنزلش انابل. ما تقولوا لي دي بتتعمل ازاي؟ لا بتنزل عادي بتطلع ايدك كده. لا ادوس ايه يعني؟ ادوس ايه انا؟ كليك يمين هتطلع القنبله من الايده بايدك كده يعني، وبعدين كليك شمال عادي. انا كنت بدوس كليك يمين بس. طب مش تقوله عشان كده بقى، وبعدين لازم اكون محددها الاول. انا ما كنتش محدد القنبله اساسا، كنت ماسك الجيركن. الواحد برضه لما بيفهم الحاجة بيبقى سعيد. اف اهو انا هطلع فوق ده، هطلع فوق ده. اقوم رامي قنبلة. اوف 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 اوه اوه ايه الحركة دي بقى؟ ده ايه اللي حصل ده بقى؟ اوف 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 يا بختك. بصراحة مهمة رزلة بس اخرج ازاي؟ يا لال جماعة بقول لكم ايه؟ ايوه انا عايز حاجة نلعبها غير الحاجات دي. مش عارف مش عايز
هي دي اكسب ايه من وراها ليفلات يعني؟ طب انا عمال ادوس انتر ما بيخرجش ليه؟ ما لسه انت لسه لسه لازم نقعد نستنى الاعاده ديت؟ لو خرجت هتخسر اللي انت خدته. يا سلام لول. اوف كوكو جاب. يلا مش مهم اشاوري يعني انا في النهاية لوزر بعد كل ده. ايه ده مكسبتش الله لوزر في ده بس. ايه كده ايه اللي حصل؟ كسبه خلاص كسبه. انا في الاخر انا العب التانية. ايه ده انا في الاخر كده ليه؟ لا. هو انا كده خسرت؟ ايوه. لا يا جدعان مش عايز المهمات ديت. ماشي هنلعب اللي احنا بقول لك عليه. مش عجباني مش عجباني. عارف بيفكرني في مسلسل فيلم قصدي اسد اربع قطط تكون بقول له ايه؟ اسد اربع قطط ايه؟ فكان بقول له خلي عادي في السيده. مش عجباني. ما انا طالع الرابع يا عم. يعني الاول على الخسرانين؟ هو الخسرانين. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. بس خدوا بالكم من حاجة، هتديني لايك وتعمل الاشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.